الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوتي الكرام، تكلمنا بفضل الله على مسألة الجرح والتعديل، وقلنا بأن مسألة الجرح والتعديل إجماع، صح ولا هي مسألة اجتهادية؟ مسألة اجتهادية كاجتهاد الفقهاء، وما دامت المسألة مسألة اجتهادية فلها ضوابط ومناهج مختلفة وأنظار مختلفة، فنحتمل الخلاف، يحتمل النظر وننظر في هذا الخلاف ونرجح. ومن المرجحات الأصيلة التي لابد أن تتقنها أن تعرف أقسام الذين يجرحون ويعدلون، أقسام الرواة. ذكرنا أولا من يقبل قول ومن لا يقبل قول، مش قلنا لابد توفر سمات وصفات معينة في هذا المجرح والمعدل؟ تذكرون؟ نسيتم؟ يعني تكلمنا فيها ولا ما تكلمنا؟ قلنا المجرح والمعدل لابد له من إيش؟ سمات وصفات. فإذا توفرت وكان على السطح علماء يتكلمون في الجرح والتعديل فاختلفوا، فعندنا في الاختلاف لابد أن نرجح، صحيح ولا لا؟ يعني لو نأوي إلى هؤلاء ولا نأوي إلى هؤلاء، نرجح بين القولين. من ضابط الترجيح أن تعرف أقسام الرواة، أقسام المتكلمين، الرجال المتكلمين في الجرح والتعديل. الذهبي هو من أبدع هذه المسألة وقد نسقها ونمقها كما يقولون وأتقنها، لذلك الزركشي أخذها وهذبها وأحالها عليه، لأن بركة العلم أن تسنده لصاحبه. وأيضا بعد ذلك السخاوي فعل ذلك وأحالها على الإمام الذهبي. فالإمام الذهبي بعدما قرر أن العصمة ليست لأهل الجرح والتعديل ولا عصمة إلا للأنبياء، وأن اختلاف المجرحين والمعدلين هذا اختلاف اجتهادي، وهذا الاختلاف الاجتهادي ننظر فيه ونرجح بين الأقوال. فقال الإمام الذهبي تقسيم في تقسيمه للرجال المتكلمين في الرواة، قال هم أنواع، أو قل قال هم نوعان. النوع الأول تقسيم المتكلمين في الرواة من حيث الكثرة والقل، يعني هناك رواة أكثر في أقوال النقل عنهم عن أقوال الجرح والتعديل في الرواة، وهناك علماء في كلام منهم جاء كثيرا لكن ليس بكثرة الأولين، ومنهم المقل كما سنبين. هذا القسم الأول. القسم الثاني قال وفي هؤلاء المستكثر والمقل، قال وفي هؤلاء المتشدد والمعتدل والمتساهل. فإذا وجدت المتشدد يخالف المعتدل من تقدم؟ أبو حاتم قال ضعيف، أحمد قال صحيح، حديثه صحيح، من تقدم؟ المعتدل، صحيح؟ طيب، قال الإمام الذهبي والذين تكلموا في الرواة قسم، تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي. وابن معين كما قال ابن رجب هذا إمام أهل الشام، الحق كل الحق. ابن معين كل جاء بعده يتناقل كلامه، فابن معين هو إمام أهل الشام. فقال قسم تكلموا في أكثر الرواة كابن معين وأبي حاتم الرازي، وقسم تكلموا في كثير من الرواة لكن لم يبلغوا شأو هؤلاء كمالك وشعبة. لكن الحق أن شعبة، طبعا شعبة هذا هو أول من تكلم، لكن من يعني صار ركنا في الجرح والتعديل هو يحيى بن معين لكثرة كلامه في الرواة. القسم الآخر أو الأخير هو القسم الذي استقل في الكلام، الكلام قليل في الرواة، منهم ابن عيينة، سفيان بن عيينة وكالشافعي، ما ينقل عنهم كثير من الكلام في الرواة. وهذه فيها دلالة أيضا أن الشافعي محدث فقيه وناقد له كلام في الرواة. والكل أيضا على ثلاثة أقسام،
قسم منهم متعنت في الجرح، متثبت في التعديل، يغمز الراوي بالغلطة والغلطتين، هذا لا يمكن أن تأخذ بانفراده بحال من الأحوال، ويلين بذلك حديث الراوي، يعني إذا غلط غلطة أو غلطتين يقول هذا لين الحديث غير محتج به، حديثه ليس بصحيح. فقال الذهبي: إن وثق مثل هذا الناقد راويا فعض عليه بالنواجذ، أنه يضاعف بالغلطة وبالغلطتين. إذا قال لك هذا ثقة، هذا مستقيم الحديث، هذا حديثه صحيح، عليك أن تعض بالنواجذ عليه، لأنه يعني صعب التعديل. قال: ومن هؤلاء ابن معين، قال: ومن هؤلاء ابن معين، كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. والقسم الثاني قسم في مقابل القسم الأول. القسم الأول متشدد متعنت، إذا وثق عض عليه بالنواجذ، وإذا جرح لا تأخذ بتجريحه إن وجدت من يوثق ويخالف، لأن هذا متشدد والمعتدل يقدم عليه. قال: والقسم الثاني في مقابل القسم الأول، وهم المتساهلون. فالمتساهلون هؤلاء عند التوثيق انظر وافقهم أحد أم لا، فإن وافقهم فخذ، وإلا فلابد أن تقف وقفة طويلة أمام التوثيق. وذكر منهم كأبي عيسى الترمذي وأبي عبد الله الحاكم والبيهقي، وطبعا هم يقولون البيهقي أضبط حالا من شيخه، وشيخه هو الحاكم، البيهقي أضبط حالا من شيخه. والقسم الثالث قسم اعتدال، هؤلاء إذا وثقوا أو جرحوا على اعتدال، تأخذ بأقوالهم إن خالفوا المجرحين أو المتساهلين، منهم البخاري، وصراحة البخاري فيه خلاف هل هو متشدد أم معتدل، والأغلب قالوا معتدل لكن فيه بعض الشدة كما سنبينها تفصيلا، كالبخاري وكأحمد بن حنبل وأبي زرعة. أبو زرعة يتقدم كثيرا على أبي حاتم، أبو حاتم عنده التعنت في الجرح والتوثيق، وأما أبو زرعة فمعتدل، وأيضا ابن عدي، فكلهم معتدلون منصفون. وهذا التقسيم الذي قسمه الإمام الذهبي. وإلى التفصيل نقول: المتشددون كثير، منهم شعبة بن الحجاج. شعبة كان من التشدد بمكان، ويدلك على ذلك أنه كان يرى أن التدليس كذب. أنت تحسب الكلام الذي قاله الشافعي التدليس أخو الكذب منه؟ لا، هو من كلام من؟ شعبة. نعم، التدليس أخو الكذب، ولذلك كان يقول عن نفسه: لأن يخر من السماء خير له من أن يدلس. وقال كلمة أفحش من ذلك، قال عن نفسه: لأن يزني خير له من أن يدلس. فكان متشددا في علم الرجال. قال عنه الذهبي: وهو أول من وسع الكلام في الجرح والتعديل واتصال الأسانيد وانقطاعها، ونقب عن دقائق علم العلل، وأئمة هذا الشأن بعده تبع له في هذا العلم. وقال صالح بن محمد الحافظ: أول من تكلم في الرجال شعبة بن الحجاج، ثم تبعه على ذلك يحيى بن سعيد القطان. لذلك في علل الترمذي يقول ابن رجب يقول: ورافع شعلة شعبة هو ابن القطان، يقول هو الصورة الأخرى لشعبة بن الحجاج، ثم تبعه بعد ذلك أحمد بن حنبل ويحيى ابن معين. وقد اشتهر عن شعبة أنه من المتشددين في الحكم على الرجال وفي الأخذ عن الشيوخ. قال السخاوي عن شعبة: فإنه كان يتعنت في الرجال ولا يروي إلا عن ثبت. ومع ذلك نحن نقول رواية شعبة عن الراوي ليست توثيقا مطلقا له، يعني لا يصح أن تأتي لمجهول مجهول الحال ويقول روى عنه شعبة وتقول هو ثقة، لأن شعبة لا يروي إلا عن الثقات، لأن كثير ممن قيل فيهم لا يروون إلا عن ثقة، وترى بعد ذلك أنه روى عن الضعيف. بل قالها صريحا من؟ عامر الشعبي، قال: حدثني، وعامر الشعبي قيل فيه لا يحدث إلا عن الثقة، قال: حدثني الحارث الأعور وأشهد الله أنه كذاب، مع أنه قيل فيه أنه لا يحدث إلا عن ثقة. الثاني يحيى بن سعيد القطان، وهو خليفة شعبة في الباب والقائم بعده مقامه في هذا العلم. وكتب الرجال طافحة بذكر شدة يحيى بن سعيد وقساوته في النقد. قال الحافظ ابن حجر في ترجمة عثمان بن عمر بن فارس من هذه الساري، قال: نقل البخاري عن علي بن المديني أن يحيى بن سعيد احتج به، ويحيى بن سعيد شديد في التعنت في الرجال لا سيما من كان من أقرانه. قال علي بن المديني: إذا اجتمع يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي على ترك رجل لا أحدث عنه، فقد اتفق. قال: فإذا اختلف في التوثيق والتجريح قدمت عبد الرحمن لأنه أقصد أعدل،
ولأن يحيى فيه شدة وتعنت. قال الزيلعي في نصف الراية: فإن يحيى ابن سعيد القطان شرطه في الرجال شديد جدا، شرط يحيى شديد لا يصلق إلا بعد عناء وصعوبة. قال ابن عيينة عن يحيى: يحيى متعنت جدا في الرجال. وقال في ترجمة سيف ابن سليمان المكي الثقة: قال ابن معين قدري، قلت ابن معين يقول عنه عن سليمان المكي، قال ابن معين قدري قلت حدث عنه يحيى القطان مع تعنته. المعنى هنا سيف ابن سليمان المكي جاء ابن معين فقال قدري، وقدري هذه لا تكون تضعيفا. ليش؟ صاحب المذاهب الحق فيها أنه إن كان ضابطا عدلا دينا وكان هذه البدعة متأولا فيها لا يصح بل يروى عنه، وهذا في الصحيح كثير. لذلك نقول قال الذهبي، نقول مستدرك على الإمام ابن معين، قال قلت قد حدث عنه يحيى، كفى، لأن يحيى لا يروي إلا عن أصدقاته وهو متشدد في الجرح، فلو كان مجروحا لما حدث عنه يحيى ابن القطان. وأيضا في ترجمة عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار المدني قال صالح الحديث وقد وثق، ثم استدل على توثيقه بأن يحيى بن سعيد القطان قد روى عنه. الثالث مالك بن أنس، أيضا من المتشددين في الرجال الإمام مالك الذي قال فيه الشافعي إذا ذكر الحديث فمالك النجم. قال ابن محرز في كتابه معرفة الرجال: سمعت ابن نمي يقول ما أحد أقصى على الرجال في قوله في الرجال من مالك، يعني يرى أن مالك له قصاوة شديدة جدا في نقد الرجال. قال ابن أبي حاتم في مقدمة الجرح والتعديل: أخبرنا صالح بن أحمد بن حنبل، أخبرنا علي بن المديني قال سمعت سفيان بن عيينة يقول ما كان أشد انتقاد مالك للرجال وهو أعلم الناس بشأن الرواة، مدحه لكنه قال كان شديدا في النقد في الجرح للرجال. الجوزجاني من المتشددين أيضا يتهم مالك بالتشدد، قال في معرفة الرجال قال داود بن حصين لا يحمد الناس حديثه ولكن مالك قد روى عنه، يعني مع أن الناس يضعفون حديثه فإني أقول بتوثيقه لعلة، ما هي؟ أن مالك قد روى عنه. أيضا من المتشددين عفان بن مسلم البصري وأبو نعيم الفضل ابن دكين ومعه علي بن المديني أيضا وأبو حاتم الرازي، وبعضهم أدخل مع علي بن المديني البخاري، نفصله إن شاء الله الأسبوع القادم، مع الكلام بأن هؤلاء المتشددين عندما اشتدوا على بعض الرواة الثقات عوقبوا بذلك. يعني النسائي تكلم في أحمد بن صالح المصري وتكلم في البزار، والبزار قتل مات كمدا بسبب كلام النسائي، للناس فروا عن البزار. قال بعضهم وقد قتل النسائي ظلما، قالوا لعل هذا القتل كان جزاء لكلامه في البزار. الأسبوع القادم إن شاء الله نفصل القول فيها.